انا عارفه بلي هاد العام ماشي بحال الاعوام اللي دازو. هاد العام داز صعيب شويه، ماشي غير بالنسبه للناس اللي كيقراو، لا راه صعيب على العالم كامل. ولكن انا رسالتي اليوم خصصتها للناس اللي كيقراو، ليكم نتوما، ليك انت وليك حتى انت. هانتوما شفتوا بلي العام دغيا دار، العام دغيا داز. الدورة الأولى دوزتوها دوران وعجزت على أساس الدورة الثانية تجمع راسك، ولكن الظروف تغيرت وتغير معها كل شيء. الدورة الثانية دوزتها غير في الدار، كتسنى يمتى سالي هاد الكونفينمون باش ترجع للدراسة وتكمل قرايتك بلا ما تبدل حتى شي مجهود. وملي سالي العام وما تنجحش تقول ليهم إوا راكم شفت الظروف الصعيبة اللي دازت علينا وما كملوش لينا الدروس، والقراية عن بعد ما فهمناهاش، وكل شيء كان مخبق، والوقت ما قدناش باش نحفظه. الوقت هذا اكبر سبب غادي تعلق عليه الفشل ديالك، الوغ كو هو اكبر حاجه غادي تساعدك باش تنجح. باقي عندك شهر، باقي ليك شهر باش تراجع. وشتي واخا يكون باقي لك غير نهار، حتى هو راه كافي، كافي باش انك تدخل الفرحه على ديك الميمه اللي كطيب ليك ما تاكل وكتقيل واقفه على رجل وحده في الكوزينه باش ما تمشيش بلا فطور. كافي باش انك تفرح الوالد اللي كيتقاتل مع الزمان باش ما يخليكش تكون مخصوص من شي حاجه. كافي باش انك تهز راسك وسط الحومه وسط العائله ملي تمشي تشوف النتيجه وتلقى راسك ضارب معدل واعر. واو، ما تصورش على فرحه غادي تحس بيها. سولني انا اللي سبقتك وعشتها، وبقى لدابا كنتفكرها بحال لو وقعت غير البارح. عافاك، جمع راسك، وحتى انتي جمعي راسك، بغيتك تنجح هاد العام، حيت خاصك تنجح هاد العام.